السلام عليكم. دقائق قليلة ربما تساهم في تغيير حياتك بشكل كامل. أتحدث إليك فيها عن أمر واحد فقط، لو غيرته ستتغير كل حياتك بدون مبالغة. أبدأ هذه الدقائق مع قصة صديقي المقرب جدا مني الذي يحكي لي فيقول: لدي عادات سيئة كثيرة وتقصير في الكثير من العبادات، ولطالما عملت على إحداث تغيير في حياتي وكنت دائما أفشل وأعود لما كنت عليه. فرغم عملي لدين الله والقيام بأعمال تطوعية، إلا أنني أحتقر نفسي لأنني لا أصلي الفجر في جماعة، وكذلك لأنني لم أستطع أن أحافظ على ورد قرآني يومي إلا في رمضان، وكذلك أذكار الصباح والمساء أنساها رغم سهولتها، وكذلك من عاداتي السيئة أنني كثير السهر، وأنني أتأخر على مواعيدي ولا أعلم أبنائي رغم معرفتي بأهمية ذلك، وكذلك لدي تهاون في النظر للمحرمات، وكذلك إدماني على الفيسبوك لوقت طويل يوميا. هذه أكثر الأمور التي كانت تؤرقني، ومنذ سنين طويلة وأنا أحاول تغيير كل هذه العادات، وأقوم بذلك يوما أو يومين أو يزيد قليلا، ثم أفشل وأرجع مجددا كما كنت، حتى يئست من نفسي وأصبحت إرادة التغيير عندي أضعف بكثير من قبل. ولكن كان هنالك موضوع واحد فقط يقض مضجعي، وهو عدم صلاة الفجر في جماعة، بل أحيانا للأسف عدم صلاتها في وقتها. واتخذت قرارا وهو أن أحافظ على صلاة الفجر في جماعة فقط، لا شيء غير ذلك. سأخبل نفسي مع كل العادات السيئة التي لدي، وأنا مستعد أن أضحي بكل شيء حتى أحافظ على صلاة الفجر في جماعة فقط. مع هذا التركيز بدأت في التفكير. سألت نفسي: لماذا لا أصلي الفجر في جماعة؟ أجبت: لأنني لا أستيقظ بسبب طول السهر. ولكن لماذا أطيل السهر؟ لأنني أرجع من العمل متأخرا، أتناول العشاء ثم أجلس ساعات على الفيسبوك إلى وقت متأخر. عندها وجدت الحل. فبعد تناول العشاء، بدل أن أجلس على الفيسبوك، أصبحت أخذ كتابا وأذهب إلى السرير، وأنا الحمد لله من عشاق القراءة، فأقرأ في الكتاب وأنا مستلق ملتحف بلحافي، فيدركني النوم بعد دقائق قليلة. وهكذا أصبحت أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا وأذهب إلى صلاة الفجر. نعم، بهذه البساطة. حدث أحيانا أني أستيقظ ثم أعود للنوم، فوضعت لنفسي عقوبة: عندما أضيع صلاة الفجر جماعة أنا أتصدق ب100 ريال، وعندما أضيعها في وقتها أنا أتصدق ب200 ريال. أعرف أن هذه العقوبة مجرعة بالنسبة لي، ولكن يجب أن تكون كذلك حتى تؤدي عملها، والحمد لله نجحت. كلفني الأمر حوالي 1000 ريال، ولكنني كنت مستعدا أن أدفع ما هو أكبر من هذا بكثير. وأكثر شيء ساعدني على الإطلاق هو كثرة الدعاء أن يعينني الله على ذلك. لكن الملفت للنظر والذي أحب أن أركز عليه أنني عندما بدأت أصلي الفجر في جماعة تغيرت كل حياتي. فعادة السهر كما عرفت أقلعت عنها، وكذلك الفيسبوك خففت كثيرا منه، ولأنني أصبحت أصلي الفجر في المسجد وأنا بكامل نشاطي، صرت أجلس بعد الصلاة وأقرأ القرآن، فواظبت على ورد يومي، وفي طريق العودة للبيت أقرأ أذكار الصباح، ولنومي باكرا قلت ساعات نومي، فصرت أعلم أبنائي، وأصبحت أغض طرفي عن الحرام خشية أن يعاقبني ربي بالحرمان من صلاة الفجر في اليوم التالي. ثم نظر لي صديقي وقال بأجمل بريق عينين يمكن أن تراهما في حياتك، قال لي: لقد تغيرت كل حياتي تماما. لم أكن أنوي هذا، بل كنت أريد فقط صلاة الفجر، فتغير كل شيء، وأعتقد أنني نجحت لأنني خففت من عبء المهمة. فبدلا من التركيز على 10 عادات ركزت على أمر واحد فقط. انتهى هنا كلام صديقي. في نفس اليوم الذي سمعت كلامه هذا، حدث أنني قرأت في كتاب قوة العادات لتشارلز دوهيك، وقرأت فيه فصلا بعنوان
العادة المحورية. تحدث فيه الكاتب عن نفس الموضوع تماما. فكرة هذا الفصل أن هنالك عادات محورية ترتبط كل العادات بها، فلو تغيرت لتغير كل شيء. ويضرب على ذلك مثالا عن التدخين وعن البدانة وقصصا لأشخاص تغيرت حياتهم عندما غيروا عادة واحدة. إذا ليس بالضرورة أن تكون هذه العادة هي صلاة الفجر، بل ربما تكون الغضب مثلا، فالإنسان كثير الغضب يتوقع منه عادات سيئة كثيرة، فالغاضب يكون كثير العجلة، قليل الصبر، فاحشا في القول، ويمكن أن يكون لديه عادات أخرى سيئة كقطع الرحم وإساءة العلاقات والجوار وربما الكفر اللفظي وغير ذلك كثير. ربما تذكرت أنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بأمر. قال: لا تغضب. قال: فمر أو فذهب ثم رجع. قال: مرني بأمر. قال: لا تغضب. قال: فردد مرارا كل ذلك، يرجع فيقول: لا تغضب. انتهى الحديث. مع إصرار الرجل وكثرة عيوبه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له إلا عادة واحدة فقط، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك لو أصلحت هذا الأمر صلح كل أمرك. أخي، ابحث عن هذه العادة وغيرها، واستعن بالله ولا تعجز. ولو أحسست أن هذه الدقائق مفيدة وأنها ستساهم في تغيير حياتك فانشرها، وكن أنت أيضا سببا في تغيير حياة الآخرين إلى الأفضل.